مساء الخير يا جماعة، أنا مستر أحمد طارق. النهاردة هشرح ليسون 2 من يونت 1 في الكالكولوس لسينيور 3 اللي هي Implicit and Parametric Differentiation. طبعا احنا خلال السيشن ده هنشرح كذا مسألة، هناخد مسائل كتير، يعني السيشن دي طويلة شوية، بس برضو خلال المسائل هنشرح الدرس في سياق المسائل بحيث هنعدي برضو على الدرس اللي فات واحنا شغالين. يلا بينا نبدأ. أول example بيقول find dy by dx for each of the following. طبعا هنا ال function اللي مديها لك دي نظام اللي هي implicit، اللي هو يعني كأنها من الآخر إيه، ال x وال y مدمجين في حتة مع بعض، مش هتعرف تفصلهم عن بعض. فإحنا بنستخدم ال implicit differentiation، اللي هو بنعمل differentiation بالنسبة لل x والواي، بتعمل لها ديفرنشيشن بس بتكتب جنبها دي واي باي دي اكس على اساس بتعتبرها ايه كفانكشن. تيجي نشوف رقم واحد. يلا بينا نشوف، ادي رقم واحد اهو، اكس باور 2 بلس واي سكويرد بلس 3 اكس ماينس 4 واي ايكوال تو 1. بيقول لك فايند دي واي باي دي اكس ات ذا بوينت 1 و 3، ادي اكس وادي واي. هنجيب الدي واي باي دي اكس ازاي؟ هنعمل differentiation ل all terms دي 2x with respect to x. x power 2 بالنسبة ل x تبقى 2x. اوكي؟ okay. y squared هتبقى ايه؟ 2y في dy by dx. هعملها كأنها ايه؟ function. تمام؟ انا هعمل ايه differentiation بالنسبة ل x؟ 3x تبقى 3 minus 4y هتبقى minus 4 y differentiation بتاعها اللي هو 1 في dy by dx. طبعا الديفرنشيشن بتاع ال1 هو ايه؟ 0. خلاص هبتدي اجيب الدي واي باي دي اكس في حته لوحدها والترمز الثانيه في حته لوحدها، يبقى 2 واي في دي واي باي دي اكس ماينس 4 دي واي باي دي اكس ايكوال تو ماينس 2 اكس ماينس 3. اوكي، هناخد الدي واي باي دي اكس كومن فاكتور، يبقى بقى 2 واي ماينس 4 ايكوال تو ماينس 2 اكس ماينس 3، يبقى الدي واي باي دي اكس بتساوي ماينس 2 اكس ماينس 3 على 2 واي، يبقى الدي واي باي دي اكس ات 1 و 3 كبوينت بتساوي ايه؟ ماينس 2 في 1 ماينس 3 على 2 في 3 ماينس 4، يبقى ماينس 2 ماينس 3 اللي هي ماينس 5 على 2 تايمز 3 6 6 ماينس 4 اللي هي 2. يبقى الانسر بتاع الكويشن ده ايه؟ ماينس 5 اوفر 2. السؤال اللي وراه نمبر 2 بيقول لك انا برضو عندي x power 2 plus 4xy minus 3y squared minus 2x equal to 3. عايز dy by dx at 3 و 0. هنعمل differentiation ل all terms دي with respect to x. يبقى differentiation بتاع x squared بالنسبة ل x هنزل الباور، و x زي ما هي باور اقل واحد، بلس الترم اللي وراها دول حاجتين مضروبين في بعض، فالفور دي ممكن نسحبها بره كده كده كونستنت مش هيجرى لها حاجه. ال اكس في واي هيبقى دريفت في الاول اللي هو ب 1 في الثاني زي ما هو، بلس دريفت في الثاني اللي هو دي واي باي دي اكس في الاولاني زي ايه ما هو. اوكي، ماينس 3 واي سكويرد هنعمل لها ديفرنشيشن ازاي؟ هننزل الباور تبقى 6 والواي باقل باور 1 في دي واي باي دي اكس. اوكي، ماينس 2 اكس هتبقى ايه؟ ماينس 2 و 3 هتبقى 0. خلاص هنصفي البراكتات دي، يبقى عندنا 2 اكس بلس 4 واي بلس اكس دي واي باي دي اكس ماينس 6 واي دي واي باي دي اكس ماينس ايكوال تو 0. تمام، هناخد الدي واي باي دي اكس في حته لوحدها وبقيه التيرمز في حته لوحدها، يبقى عندنا اكس دي واي باي دي اكس
ماينس 6 واي دي واي باي دي اكس ايكوال تو، هنودي بقى حاجة حاجة، يبقى ماينس 2 اكس ماينس 4 واي بلس 2. اوكي تمام، هناخد الدي واي باي دي اكس كومن فاكتور، يبقى بقى لك اكس ماينس 6 واي ايكوال تو ماينس 2 اكس ماينس 4 واي بلس 2، يبقى الدي واي باي دي اكس بتساوي ماينس 2 اكس ماينس 4 واي بلس 2 على اكس ماينس 6 واي. طيب يبقى الدي واي باي دي اكس ات 3 و 0، يبقى هنشيل كل اكس ونحط مكانها 3 ونشيل كل واي ونحط مكانها ايه 0، خلاص يبقى ماينس 2 في 3، طب خلاص دي بقت 0 بلس 2 على اكس اللي هي 3 ماينس 0، خلاص يبقى ماينس 2 في 3 اللي هي ماينس 6، تبقى ماينس 6 بلس 2 اوكي على 3، يبقى تبقى لك ايه ماينس 4 اوفر 3. اوكي يبقى دي حل المسألة التانية. السؤال اللي بعده، find the measure of the positive angle which the tangent to the curve ده makes the with the positive direction of x axis at the point 1 و 2. طبعا احنا عارفين من تانية ثانوي ان التان ثيتا هو هو السلوب اوف تنجنت، هو هو الريت اوف تشينج، هو هو الدي واي باي دي اكس، فهو كانه بيقول لك انا عايز البوزيتيف انجل اللي هي بتعملها التنجنت مع البوزيشن اوف اكس اكسس، يبقى كانه بيقول لك انا عايز تان ثيتا. طب طالما عايز تان ثيتا يبقى كانه بيقول لك انا عايز سلوب اوف تنجنت، يبقى طالما سلوب اوف تنجنت يبقى الدي واي باي دي اكس للكيرف ده، والكلام ده انت خدته في سينيور 2 وعارفه كويس. اوكي فاحنا هنجيب الدي واي باي دي اكس للكيرف دوت. اوكي يبقى اكس باور 2 بلس واي سكوير ماينس 6 اكس ماينس 8 واي بلس 17 ايكوال تو 0، هنعمل ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو اكس، يبقى دي تبقى 2 اكس بلس 2 واي دي واي باي دي اكس ماينس 6 ماينس 8 دي واي باي دي اكس، طبعا 17 تبقى 0 تبقى ايكوال تو 0. خلاص هنجيب الدي واي باي دي اكس في حته لوحدها، يبقى 2 واي دي واي باي دي اكس ماينس 8 دي واي باي دي اكس ايكوال تو ماينس 2 اكس بلس 6. اوكي يبقى الدي واي باي دي اكس في 2 واي ماينس 8 ايكوال تو ماينس 2 اكس بلس 6، يبقى الدي واي باي دي اكس ايكوال تو ماينس 2 اكس بلس 6 على 2 واي ماينس 8، يبقى الدي واي باي دي اكس ات 1 و2 اللي هو الاسلوب، نعوض بقى بايه، نشيل كل اكس ونحط مكانها 1 ونشيل كل واي ونحط مكانها ايه 2. اوكي يبقى دي 4 اوفر نيجاتيف 4 بتساوي نيجاتيف 1، يبقى كانك بيقول لك هنا يا باشا ان ايه خلاص الدي واي باي دي اكس ات 1 و2 ايكوال نيجاتيف 1، يبقى كانك بيقول لك تان ثيتا ايكوال تو نيجاتيف 1. تمام يبقى الثيتا هتعمل شيفت تان نيجاتيف 1، انت عارف طبعا بالاستك رول، بالاستك رول اوكي بيبقى التان نيجاتيف فين وفين، في يا اما في الايه سكند يا اما في الفورس، فانت فلو هتعمل شيفت تان 1 او شيفت تان نيجاتيف 1 هتديك ثيتا بماينس 45، لا مش هي دي مطلوبه ماينس 45 اللي هتبقى عامله كده، لا احنا عايزين ايه البوزيتيف انجل، يبقى هنعمل كاننا بنعمل ايه اللي هي المناظر بتاعتها في الكوادرنت الثاني، اللي كانك هتعمل ايه بلس 180، يبقى الثيتا بتساوي 135 ديجريز. السؤال اللي بعده بيقول لك find dy by dx for each of the following. اول سؤال x power 5 في y power 5
equal to 1. انا عايز ال dy by dx. تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل dy by dx، دول حاجتين مضروبين في بعض، يبقى هنعمل ايه؟ derivative الاول اللي هو 5x power 4 في الثاني زي ما هو، بلس derivative الثاني اللي هو 5y power 4 في dy by dx في الثاني زي ما هو اللي هو x power 5 equal to 0. اوكي. يبقى من هنا هنقول ان x في حته لوحدها وال x والاكسات والوايات في حته ايه لوحدها. خلاص. يبقى عندنا هنا 5x power 5 في y power 4 في dy by dx equal to negative 5x power 4 y power 5. طيب ما انا هطير دي ويتبقى دي ايه باور 1، وهطير دي ويتبقى دي باور 1، وهطير دي مع دي. خلاص. يبقى ال dy by dx equal to minus y over x. السؤال اللي بعده. اللي هو سؤال رقم 3. y cubed plus 2x power 2y minus 3x y squared equal to 0. هنعمل differentiation، يبقى دي 3y squared dy by dx plus، دول حاجتين مضروبين في بعض، يبقى derivative الاول اللي هو 2x في الثاني زي ما هو، plus derivative الثاني اللي هو dy by dx في الاولاني زي ما هو. اوكي. بعدين اللي وراها برضو حاجتين مضروبين في بعض، اللي هو هتاخد 3 بره، يبقى derivative الاول اللي هو 1 في الثاني زي ما هو، بلس دريفت في الثاني اللي هو 2y dy by dx في الاولاني زي ما هو equal to 0. خلاص. يبقى عندنا 3y squared dy by dx plus 4xy، كنا هندخل ال 2 تاني، يبقى plus 2x squared dy by dx، بعدين هنخش على البراكت اللي هو minus 3y squared، بعدين minus 6xy dy by dx equal to 0. هنجيب ال dy by dx كلهم في حتة والترمز التانية كلها في حتة، يبقى 3y squared dy by dx plus 2x squared dy by dx minus 6xy dy by dx equal to minus 4xy plus 3y squared. هناخد ال dy by dx common factor، بقالك 3y squared plus 2x squared minus 6xy equal to minus 4xy plus 3y squared. اوكي. يبقى من هنا هيطلع لك على طول ان ال dy by dx بتساوي minus 4xy plus 3y squared على 3y squared plus 2x squared minus 6xy. اوكي. تمام. ناخد السؤال اللي بعده، بس همسح جزئيه عشان اعرف ايه احله. لو حضرتك حاسس ان انت فاهم الشرح بتاعي، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك اختار او الارم بكل سيشن بينزل او كل حلقه بتنزل في سينيور 3 لحظه نزولها. والمسائل دي كمان هي انا بجيبها من الكتاب المعاصر، فطبعا المسائل دي كلها موجوده في كتاب المعاصر محلوله، بس انا بحاول اساعدك في فهمها مش اكتر.
السؤال الرقم 5 بيقول لك x cosine y plus y sine 2x equal to 1. انا عايز الديفرنشيشن بتاع دي. اول ترم ده حاجتين مضروبين في بعض، فهيبقى دريفتيف الاول اللي هو ب 1 في الثاني زي ما هو، بلس دريفتيف الثاني اللي هو ماينس ساين واي في دريفتيف الانجل اللي جوه اللي هي دي واي باي دي اكس في الاولاني زي ما هو اللي هو اكس، بلس الجزء الثاني برضو حاجتين مضروبين في بعض، فيبقى دريفتيف الاول اللي هو دي واي باي دي اكس في الثاني زي ما هو، بلس دريفتيف الثاني اللي هو كوساين 2 اكس في دريفتيف الانجل اللي جوه اللي هي 2 في. اوعى تتلخبط يا جماعه، 2 دي كانها كوفيشنت، اوعى تفتكرها جوه الانجل يعني، اوعى حد يضربها ببعض يخليها 4 اكس. اوكي في الاولاني زي ما هو اللي هو واي، او اوعى تحطها لي ايه 4 اكس واي جوه، فدي حاجات دي كوفيشنت عشان كده عملتها في براكتات، اوعى تتلخبط. ايكوال تو زيرو، خلاص هبتدي اجيب الدي واي باي دي اكس في حته لوحدها وال ده. فاحنا عندنا اول حاجه عندنا ماينس ساين ماينس اكس ساين واي دي واي باي دي اكس بلس ساين 2 اكس في دي واي باي دي اكس بتساوي ماينس كوساين واي ماينس 2y كوساين 2x. تمام، خد ال dy باي دي اكس كومن فاكتور. تمام، هيتبقى لك هنا ايه ماينس x ساين y بلس ساين 2x ايكوال تو ماينس كوساين y ماينس 2y كوساين 2x. يبقى الدي واي باي دي اكس هنودي دي تحت هناك، يبقى ماينس كوساين واي ماينس 2 واي كوساين 2 اكس اكس ساين واي ماينس اكس ساين واي بلس ساين 2 اكس. السؤال اللي بعد هنا برضو بيقول لك فايند ذا ديفرنت دي واي باي دي اكس للفولوينج فانكشنز. السؤال رقم 2 اللي هو x باور 7 بلس y باور 7 ايكوال تو 2، يبقى هنعمل ديفرنشيشن، يبقى 7 x باور 6 بلس 7 y باور 6 في dy باي dx ايكوال تو 0. يعني على طول نقدر نشيل ايه ال 7 مع ال 7 مع ال 0، يتبقى لك ان ال y باور 6 في dy باي dx ايكوال تو ماينس x باور 6، يعني ال dy باي دي اكس بتساوي ماينس اكس باور 6 على واي باور 6. السؤال اللي بعده اللي هو رقم 4، عندك ساين 3 واي ماينس كوساين 2 اكس ايكوال تو 0. هنا هنعمل ديفرنشيشن، الساين ديفرنشيشن بتاعها كوساين 3 واي في دريفتيف الانجل اللي جوه اللي هو عباره عن 3dy باي دي اكس. اوكي ماينس كوساين اللي هي هتديك ماينس ساين، وفي ماينس من الاول، يبقى في ماينس ساين 2x في دريفتيف اللي جوه اللي هو ايه ب2 ايكوال تو 0. اوكي يبقى عندنا على طول هنا ال 3dy باي دي اكس في كوساين 3y ماينس ماينس بقت بلس، هتروح الناحية الثانية بقت بالماينس، يبقى ماينس 2 ساين 2x. يبقى عندنا على طول ال دي واي باي دي اكس هيتساوي ايه ماينس 2 ساين 2x على 3 كوساين 3y. السؤال اللي بعده هحاول احله هنا اهو، بس ربي يكفي. السؤال رقم 6، sec 2x plus cotan y equal to xy. اعمل differentiation لل relation دي كلها. احنا عارفين من ال lesson 1 ان sec 2x differentiation بتاعها هو sec في tan، يبقى هتبقى sec 2x في tan 2x في
دريفتيف الانجل اللي جوه اللي هي عباره عن 2 اوكي بلس الكوتان اللي هو بيديك ايه ماينس كوسيك سكوير واي في دريفتيف الانجل اللي جوه اللي هي ايه دي واي باي دي اكس اوكي ايكوال تو 1. هكتب بقى الايكوال هنا الاكس الاكس في الواي دي هتبقى ايه دريفت في الاول اللي هو 1 في الثاني زي ما هو اللي هو دي واي باي دي اكس بلس دريفت في الثاني لا معلش انا اسف ايه ده ازاي كده دريفت في الاول اللي هو ب 1 في الثاني زي ما هو اللي هو واي بلس دريفت في الثاني اللي هو دي واي باي دي اكس في الاولاني زي ما هو اللي هو اكس يبقى اكس دي واي باي دي اكس اوكي هحاول اجيب الايه كل الدي واي باي دي اكس في حته والترمز التانيين في حته تانيه يبقى عندنا هنا ماينس كوسك سكوير واي اوكي في دي واي باي دي اكس والدي تروح الاكس تيجي الناحيه التانيه اكس دي واي باي دي اكس تيجي الناحيه التانيه ماينس اكس دي واي باي دي اكس ال 2 سك تاني دي تروح الناحية التانية بالنيجاتيف تبقى ماينس 2 سك 2x في 2x تمام فين تان 2x اهي تان 2x اوكي ومتبقى من الناحية التانية ايه بلس واي صح كده؟ اوكي هناخد ال dy باي dx كومن فاكتور هيتبقى لك من هنا كوسك ماينس كوسك سكوير ماينس اكس اوكي ايكوال تو ماينس 2 سك 2 اكس بلس تان 2 اكس بلس واي يبقى دي و دي كده تايمز اوكي يبقى دي واي باي دي اكس بتساوي ماينس 2 سك 2 اكس في تان 2 اكس بلس واي على ماينس كوسك سكوير واي ماينس اكس يبقى انا كده جبت دي واي باي دي اكس. السؤال اللي بعده if x equal to y power 5 minus 1 all to the power 8 prove that dy by dx equal to y power 5 minus 1 على 40x y power 4. الله سؤال جميل سؤال جميل. طيب دلوقتي احنا عندنا اهو الاكس بتساوي y انا اسف ايه ده عندنا الاكس بتساوي y to the power 5 minus 1 all to the power 8 انا عايز اجيب الايه الدي واي باي دي اكس. طيب دريفتيف الاكس بالنسبه للاكس هو ب 1 خلاص الدريفتيف ده بالنسبه للاكس هنعمل ايه هننزل الباور الفانكشن زي ما هي بباور اقل واحد في دريفتيف لمداخل الاقواس دريفتيف مداخل الاقواس اللي هو ايه 5 y to the power 4 في dy by dx اوكي تمام فاحنا عايزين نجيب ايه ال dy by dx في حته لوحدها يبقى احنا كاننا ممكن ايه نكتب ال dy by dx هنا لوحدها خلاص وهن ايه هنودي الحاجات الثانيه دي الناحيه الثانيه تبقى 1 على 8 في y power 5 minus 1 power 7 في 5 y to the power 4 اوكي تمام فاحنا دلوقتي لو احنا عايزين نظهر عايزين نخليها شبه البروف احنا لو ضربنا فوق وتحت في y power 5 minus 1 هيجرى حاجه؟ لا مش هيجرى حاجه يبقى احنا يبقى عندنا dy by dx equal to لو ضربنا فوق في y power 5 minus 1 باور 1 اللي هو براكت لوحده تحت بقى هيتبقى لي ايه 8 في 5 ب 40 تمام في y باور 5 ماينس 1 باور 7 وحطيت جنبه واحده باور 1 بقت ايه باور 8 ويبقى لك y تو ذا باور 4 الله طب مش y باور 5 ماينس 1 باور 8 ده مش هو ده الاكس الله يبقى احنا كده ايه حلينا المساله يبقى دي y باي دي اكس بتساوي y باور 5 ماينس 1 على 40x في y باور 4. السؤال اللي بعده
if x equal to if f of x equal to 1 over x minus 2 والg of x بتساوي x power 2 find d by dx اللي f dot g of x at x equal negative 1. احنا هنا كده دخلنا في البارامتريك ديفرنشيشن. ليه يعني ايه بارامتريك ديفرنشيشن؟ ان احنا لو عندنا لو مثلا عندنا دي عندنا مثلا y function في t و x function في t برضو، يبقى انا عشان اجيب الدي واي باي دي اكس هقول ان الايه بتساوي ايه؟ بتساوي كانها دي واي باي دي تي في دي تي باي اي دي اكس. ايوه كان دي بتروح بدي كاني، بس مش ده الحقيقه، بس كاننا ايه عشان عايز تحفظها بالطريقه دي، تمام؟ فاحنا هنا في المساله بتاعتنا دي عندنا ايه؟ كون ان هو بيقول لك انا عايز الدي باي دي اكس ل اف دوت جي اوف اكس اوكي ات اكس ايكوال نيجاتيف 1، يعني هو كانه بيقول لك انا عايز ال دي باي دي اكس للاف اوف جي اوف اكس، تمام؟ كاني ايه جي اوف اكس. طيب احنا دلوقتي عندنا ال جي اوف اكس ايكوال تو كام؟ اكس باور 2. طيب يبقى وعندنا الاف اوف اكس بتساوي كام؟ 1 اوفر اكس ماينس 2. الله، طب انا لو عايز اجيب الاف اوف جي اوف اكس يبقى ايه؟ كاني بقى عايز اجيب مين اللي هو جي اوف اكس اللي هي اف اوف اكس باور 2، يبقى كاني انا عايز اجيب اشيل كل اكس في الاف اوف اكس واحط مكانها ايه؟ اكس باور 2. يبقى اصبحت عندنا الاف اوف اكس بتساوي ايه؟ هتشيل كل اكس سوري بقى مش هتبقى الاف اوف جي اوف اكس بقى، هيبقى اللي هو الاف اوف جي اوف اكس. يبقى كان الاف اوف جي اوف اكس بتساوي اللي هي هتبقى اف اوف اكس باور 2 اللي هي عباره عن ايه؟ هنشيل كل اكس ونحط مكانها اكس باور 2 ماينس 2. يبقى هو اللي طالبه ان انت تجيب ديفرنشيشن للايه؟ للفانكشن دي. هتعرف ولا لا؟ هعرف اللي هي دي كانها حاجتين ايه؟ مقسومين على بعض، او عايز تسميها اكس باور 2 ماينس 1 اكس باور 2 ماينس 2 اول تو باور نيجاتيف 1، ماشي. يبقى ايه؟ الاف اوف جي اوف اكس تمام ايكوال تو اكس باور 2 ماينس 2 اول تو باور نيجاتيف 1، كاني رفعتها بره. يبقى دي باي دي اكس ل الفانكشن دي اللي هي اف اوف جي اوف اكس ايكوال تو هنزل الباور الفانكشن زي ما هي بباور اقل واحد في دريفتيف اللي جوه اللي هو 2x، يعني كاني هقول ان هي عباره عن ماينس 2x كي كاني هقول ان هي عباره عن ايه؟ ماينس 2x على اكس باور 2 ماينس 2 اول تو ذا باور 2، تمام؟ بيقول لك انا عايزها ات اكس بتساوي نيجاتيف 1، يبقى الكلام ده ات اكس بتساوي لو عملنا كده دي باي دي اكس ل اف اوف جي اوف اكس اقفل ده كله ات اكس بتساوي نيجاتيف 1 يبقى بتساوي ماينس 2 في نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1 سكوير ماينس 2 اول سكوير، يبقى دي 2 على 1 ماينس 2 باور 2 اللي هي هتبقى 2. السؤال اللي بعده، هنا السؤال اللي بعده برضو على البارامتريك ديفرنشيشن اللي احنا قلناه، بيعتمد على فكره ان انت دي واي باي دي اكس. هكتب لكم القانون تاني عشان الناس تفتكر ان هو عباره عن ايه؟ الدي واي باي دي اكس بتساوي الدي واي باي دي تي في الدي تي باي دي اكس، اي كاني بقول ان الدي واي باي دي اكس بتساوي الدي واي باي دي تي ديفايدد باي الدي اكس باي دي تي. ده في حاله لو جاب لك الواي فانكشن في بارامتر في النص اللي هو التي او الثيتا، والاكس بارامتر في النص اللي هو ايه؟ التي او الثيتا. فايند دي واي باي دي اكس فور ايتش اوف ذا فولوينج ات ذا انديكيتد فاليو اوف تي. فاحنا مثلا عندنا رقم واحد عندنا اكس بتساوي 2 اي تي سكوير والواي ايكوال 2 اي تي سكوير، ف
فاحنا عارفين ان ايه خلاص من القانون ده ان هو عايز دي واي باي دي اكس، دي واي باي دي اكس هو دي واي باي دي تي ديفايد باي دي اكس باي دي تي. اقدر اجيب الدي واي باي دي تي اللي هي دي هنعملها ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو تي، يبقى كاننا ايه بتنزل الباور تو اي تي خلاص. وال دي اكس باي دي تي اللي هي عباره عن ايه هتنزل الباور بقت 4، لا دي ايه يا جماعه ده انا اسف واي اي تي باور 4، انا اسف واي اي تي باور 4 ماشي. يبقى احنا كده ايه دي غلط دي، ثانيه واحده ماشي يا جماعه ايه عشان بس الارقام صغيره شويه هنا. فدي واي ايكوال اي تي تو باور 4، يبقى هننزل الباور يبقى 4 اي تي تو باور 3 مظبوط كده مظبوط تمام. الاكس 2 اي تي باور 2 يبقى هننزل باور يبقى 4 اي تي خلاص. يبقى انا عايز اجيب الدي واي باي دي اكس اللي هو عباره عن ده على ده، اوكي اللي هو ده على ده تمام، اللي هو 4 اي تي كيوبد على 4 اي تي، دي راحت مع دي يبقى لك ايه تي سكوير اللي هي هتبقى تي بيقول لك ات تي ايكوال 4 يبقى دي تبقى 16. السؤال اللي بعده 2 اكس بتساوي 2 كوساين كيوبد ثيتا والواي بتساوي 5 ساين كيوبد ثيتا، فايند دي واي باي دي اكس ات ثيتا بتساوي باي على 4. طيب هنقولها تاني، عايزين الدي واي باي دي اكس، بس انا ما عنديش علاقه مباشره بين الواي والاكس او ريليشن مباشره بين الواي والاكس، بس عندي بين الاكس والثيتا والواي بالثيتا، فهنترجمها ازاي؟ ان الدي واي دي واي باي دي اكس يكون دي واي باي دي ثيتا في دي ثيتا باي دي اكس، ايوه كاننا ايه بنشيلهم مع بعض، ايوه كاننا ايكوال تو دي واي باي دي ثيتا ديفايدد باي دي اكس باي دي ثيتا، اوكي؟ طب انا عندي دي عندي الواي وعندي الاكس ان ترمز اوف ثيتا، اقدر اجيب الدي واي باي دي ثيتا؟ اقدر، يبقى الدي واي باي دي ثيتا بتساوي عندنا ايه ساين كيوبد ثيتا، يبقى هننزل الباور تبقى ايه 15 في ساين سكوير ثيتا، كاني بقلل من الباور ايه 1 في ديريفتيف اللي ما اللي جوه ايه البراكت خلاص. ديريفتيف الساين هيديك ايه كوساين، هيديك ايه كوساين ثيتا كويس خلاص. ده كده بالنسبه لدي واي باي دي ثيتا. طيب الدي اكس باي دي ثيتا هنزل الباور الفانكشن زي ما هي بباور اقل واحد في ديريفتيف اللي ما داخل الاقواس اللي هو عباره عن ايه ماينس ساين ثيتا، اوكي. طيب يبقى احنا عندنا الدي واي باي دي اكس هو عباره عن ايه ده على ده، يبقى ايه 15 ساين سكوير ثيتا في كوساين ثيتا على 6 كوساين، يبقى في ماينس هنا يا جماعه ما تنساوش ماينس ايه تمام، على كوساين سكوير ثيتا في ساين ثيتا. الله، طب واحده من هنا راحت مع واحده من هنا ادت 1، وواحده من هنا مع واحده من هنا ادت 1، طيب و15 على 6 باي 3 5 باي 3 2 يبقى ايه ماينس 5 على 2 في ساين ثيتا على كوساين ثيتا، يبقى ايه ماينس 5 على 2 في تان ثيتا. طيب تان وهو مديك كام الثيتا بايه؟ يبقى الثيتا ب 45، يبقى هو عايز اد ثيتا ب 45، يبقى هتحط الثيتا بكام؟ باي على 4 اللي هي 45، اوكي؟ يبقى اللي هو ب 1 يبقى ايكوال تو ماينس ايه 5 على 2 في 10 45 اللي هو ب 1 يبقى ماينس 5 اوفر 2، اوكي؟ نكمل. اكزامبل نمبر 7 هنا بيقول لك فايند ذا ديريفيتيف اوف روت 5 بلس اكس سكوير with respect to x plus x over x plus 2 at x equal 2. ايه ده؟ ازاي ده؟ احنا عارفين ان احنا لازم ايه تبقى مثلا y with respect to x، y with respect to theta، ايه x على x plus 2 دي؟ سهلة جدا، هنقول ايه let y بتساوي root
5 بلس اكس سكوير، وال الترم التاني ده نسميه ايه؟ زد اللي هو اكس على اكس بلس 2. اوكي، فانا كاني هنا عايز اجيب مين؟ فايند ديريفتيف اوف روت 5 بلس اكس سكوير اللي هي انا مسميها واي وذ ريسبكت تو اكس اوفر اكس بلس 2 اللي انا مسميها زد. يبقى انا كاني عايز اجيب دي واي باي دي زد اللي هي عارفينها دي واي باي دي اكس في دي اكس باي دي زد. ايوه دي واي باي دي اكس في سوري ديفايدد باي دي زد باي دي اكس. تمام، طيب الواي عشان اجيب الدريفت بتاعها بالنسبه للاكس هكتبها ان ترمز اوف ايه باور احسن. تمام، يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال تو هاف 5 بلس اكس سكويرد اول تو باور نيجاتيف هاف في دريفتيف اللي داخل الاقواس اللي هو عباره عن 2 اكس. اوكي، طيب يبقى هنا ال 2 راحت مع ال 2 يبقى الدي واي باي دي اكس عباره عن اتبقى لك اكس فوق ودي تنزل تحت بالروت، يعني طالما هي بالنيجاتيف يبقى تنزل تحت روت 5 بلس اكس سكوير. خلاص، طيب الترم الثاني اللي هو عباره عن دي زد باي دي اكس دي زد باي دي اكس. اوكي، دي زد باي دي اكس عباره عن ايه؟ حاجتين مقسومين على بعض. تمام، يبقى هن ايه سكوير الدينومينيتور دريفت في الاول اللي هو ب1 في الثاني زي ما هو ماينس دريفت في الثاني اللي هو ب1 برضو في الاولاني زي ما هو او الفوقاني زي ما هو. خلاص، يبقى دي زد باي دي اكس ايكوال تو ها اكس بلس 2 ماينس اكس بقى لك فوق 2 بس صح كده على اكس بلس 2 اول سكويرد. يبقى انا من هنا اقدر اجيب الدي واي باي دي زد اللي هو عباره عن دي واي باي دي اكس اللي هو اكس على روت 5 بلس اكس سكويرد ديفايدد. الكلام ده كاني بضرب في مقلوبه، يبقى كاني بضرب في اكس بلس 2 باور 2 على ايه؟ على 2. اوكي، عايز يعوض بيها عند الاكس ايكوال 2. اوكي، يبقى هتبقى عباره عن 2، يبقى دي واي باي دي يبقى دي واي باي دي زد عند الاكس ايكوال 2 هنشيل كل اكس ونحط مكانها 2 يبقى عباره عن 2 في 2 بلس 2 باور 2 على روت 5 بلس 2 باور 2 اللي هي كام؟ 4 صح كده؟ في 2 بره. تمام؟ طيب 2 بلس 2 اللي هي 4، 4 باور 2 اللي هي 16 تايمز 2 اللي هي 32. طيب هنا تحت 5 بلس 4 اللي هي 9 روت 9 اللي هي 3، 2 تايمز 3 اللي هي 6، يبقى ايه عباره عن 32 على 6 اللي هي 16 اوفر 3. السؤال اللي بعده والاخير، فايند فاليو اوف ذا بارامتر تي ات ويتش ذا كيرف اكس بتساوي 4 تي كيوبد ماينس 15 تي سكويرد ماينس 18 تي بلس 4 وي الواي بتساوي 2 تي سكوير ماينس 3 تي بلس 7 يا اما عندها فيرتيكال تانجنت يا اما هاز هوريزونتال تانجنت. امتى امتى التانجنت بتاع الكيرف ده يبقى فيرتيكال؟ عايز التي، هو عايز التي اللي تخلي مره التانجنت بتاع الكيرف ده يبقى فيرتيكال ومره يبقى ايه هوريزونتال. طيب احنا نرجع طبعا لايه لثانيه ثانوي من هنا نفتكر على طول ان السلوب اوف تانجنت هو دي واي باي دي اكس هو الريت اوف تشينج هو التان سيتا. اوكي، فكون ان انت عندك اللي هو لازم نفتكر برضو ان الفيرتيكال تانجنت اللي هو ده كان الثيتا بتساوي ايه 90 كان الايه السلوب بيبقى اللي هو انديفايند اللي هو 1 على 0. اوكي، طيب فاحنا هنا من هنا هنشتغل عادي جدا، هنجيب ايه؟ انا عايز اجيب الدي واي باي دي اكس. طب احنا الدي واي باي دي اكس اهي اللي هي بتساوي دي واي، انا هنقعد نعيدها ونزيدها تاني عشان الناس تثبت، بتساوي دي واي باي دي تي طالما في بارامتريك ايه ديفرنشيشن او في بارامتر في النص ما بين الاكس والواي بتساوي دي تي على دي اكس اللي هي بتساوي دي واي باي دي تي ديفايدد باي دي اكس باي دي تي. طيب انا اقدر اجيب الدي واي باي دي تي ولا لا؟ انا عندي الواي بتساوي 2 تي سكوير ماينس 3 تي بلس 7 يعني دي واي باي دي تي بتساوي 4 تي ماينس 3. تمام،
والاكس عندي بتساوي 4 تي كيوب ماينس 15 تي سكوير ماينس 18 تي بلس 4، يبقى الدي اكس باي دي تي بتساوي 12 تي سكوير ماينس 30 تي، بنزل الباور واقلل من الباور 1 ايوه تي باور 1 ماينس 18. طيب انا عايز ايه؟ الدي واي باي دي اكس، اوكي هتبقى عباره عن ايه؟ ده على ده، يبقى 4 تي ماينس 3 على 12 تي سكوير ماينس 30 تي ماينس 18. طيب يبقى احنا ناخد في الحاله الاولانيه الفيرتيكال تينجنت، يعني السلوب، السلوب او الدي واي باي دي اكس ايكوال تو ايه؟ اللي هو الدي واي باي دي اكس او السلوب او التانسيتا او عايز تسميه مهما زي ما تسميه ايكوال 1 على 0، يبقى كانه بيقول لك ان الدينومينيتور ده ايكوال تو ايه؟ 0 ماينس 18 ايكوال تو 0. طيب احنا هنا هنستخدم الكالكوليتر بتاعنا الحديث، هنعمل فاكتورايزيشن زي اللي اتعلمناه في ميدل 2، واللي شاطر في فاكتورايزيشن يعملها على طول، بس احنا طبعا معانا الكالكوليتر بتاعنا الحديث اللي يقدر يخلص معانا على طول. فطبعا دلوقتي عندنا هندخل الاي بتاعتنا في الكالكوليتر اللي هو 12، والبي اللي هي ماينس 30، والسي اللي هي ماينس 18. اوكي هتلاقي هنا ان التي في الحاله بتاعت الفيرتيكال تنجنت تي يا اما هتبقى ايكوال تو ماينس هاف، يا اما التي بتساوي ايه؟ 3. يبقى الكيرف ده عنده تنجنت فيرتيكال عند نقطتين، التي ايكوال نيجاتيف هاف والتي ايكوال 3. طيب الحاله الثانيه اللي هي ايه؟ 2 اللي هي هوريزونتال تنجنت، الهوريزونتال تنجنت اللي هو الدي واي باي دي اكس ايكوال تو 0، يعني كانك بتقول ان ال 4 تي ماينس 3 ايكوال تو 0. محدش يقول لي بقى ايه طب ليه ما يبقاش يا مستر 0 على 0؟ لا 0 على 0 دي في الليميتس اللي انت خدتها السنه اللي فاتت تبقى ان سبيسيفايد، مش هي دي حالتنا كده، كان 0 النيوميريتر بس هو اللي ب 0. يبقى ال 4 تي ايكوال تو 3، يبقى تي ايكوال تو 3 اوفر 4، يبقى من هنا الكيرف ده عنده هوريزونتال تينجنت عند التي بتساوي 3 اوفر 4. طبعا احنا كلنا بنجتهد على قد ما نقدر، فاذا اجتهدنا وفقنا فلنا اجران، واذا اجتهدنا فقط فلنا اجر واحد. اشوفكم على خير.